صباح الخير لكل مشاهدينا، مثل كل نهار تنين موعدة معكم بحلقة جديدة من ميك اوفر، ومثل كل نهار تنين معي كانديدات جديدة وتيم the best teams اللي عم بيكونوا معنا من الهير اكسبرت للميك اب ارتست. بدي رحب اول شيء برولا ديب الكانديدات اللي معي اليوم، واكيد بالهير اكسبرت معنا جورج مطر اليوم. كيفك جورج؟ ماشي الحال. حلقتنا اليوم مميزة، الحلقة سبيسيال برايدل، فهلا موسم اعراس، عم نشوف كثير انفيتيشن عم توصلنا، عنا اعراس كثير بدنا نتحضر منيح. واكيد هيك عبالنا كان نعطي شويه تيبس للبرايدز تو بي كيف يتحضروا، بما انه رولا عبالها تشوف حالها كيف معقول تكون نهار عرسها. قررنا نطلع بالحلقه اليوم ونعمل اليوم رولا تيبس للعروس، كيف معقول تضبط حالها، لون، قص الابدو، الفستان، كل هالتفاصيل. رولا هلا نحن نعملها تريمينج لشعراتها، كنا قبل عملنا لها لون، كان شعرها شوي غامق. مزبوط، شعرها كان غامق وقريت بالصالون تنربح وقت مثل العاده. تنربح وقت، عملنا لها زبطنا لها البيز على ميال على قش، وعملنا لو لايتس مع امبريها على طرفها لوقت ينشفوا بالكوافير، اكيد ببينوا. وهالالوان اكيد بيعملوا كونتراست حلو مع لون عينيها وحوجبها والسكن تبعها. هلا بعد منها برونزي، بس ايفنشلي بالصيفيه لما تصير برونزي اكثر بيطلع حلو هذا اللون كثير. وهلا بدنا نعمل تريمينج، ما رح نقصر منه كثير لانه بدنا نعمل لها 20 يوم بالكوافير. رح نعمل تريمينج مع شوية شيب من قدام، شوية ليرز من قدام، كرمال تكون الكوافير عوجة ظابطة. هلا أول فقرة جورج رح نعمل تريمينج مثل ما قلت لشعراتها لرولا، وبالفقرة الثانية رح تشوفوا أكيد ستيب باي ستيب أبدو اللي رح تنعمل اللي بتتناسب أكيد مع فستان العرس اللي اخترناه من زينا كاش كوتور. رح تشوفوا فستان كثير حلو بالريفيو اليوم، فأكيد شكر كبير للكوتور ديزاينر زينا كاش للفستان اللي رح تشوفوه اليوم. ورولا اكيد رح تستفيد بجيفت فاوتشر من رويال سبا، من رويال اوتيل باخر الحلقه، كمان بيج ثانك يو لرويال سبا. ورح تشوفوا خلال الحلقه كل هالستيب باي ستيب من ناحيه الشعر، الميك اب والتيب. قد ايه مهم العروس تتحضر قبل بوقت وتقدر تكون مقتنعه، تكون كل شيء هيك سموذلي، الفلو يكون ماشي نهار عرسها. اكيد بتبلش اكيد فستان، يعني بتعطي كثير مهمه انه الفستان من بعد ما بتنقي الفستان، حسب الفستان اكيد والتوب من فوق كيف رح يكون، كيف رح يكون، بتكون الكوافير وبرجع بيرجع حسب الستيل تبعها. اكيد هي بتيجي بتاخذ بتحط الداتا، متى الداتا عرسها بتحجز، وبصير من بعدها بنشوف الفستان بكون ديجا نقته مثل ما حكينا. ومن بعد اساس موديل الفستان بيتنقى، يمكن على اساس موديل الفستان بنعمل، بنصير نعمل اسياجات، بنشوف هي على وجهها شو بالبق لها، ستيل عرسها كيف، التيم تبع العرس كيف، اوت دور اندور، اوت دور اندور، شو يعني على طول نعمل شيء يكون مناسب لوجهها وكمان يكون سيف تضاينها وضل شعرها مرتب كل الوقت. وعلى اساس الكوافير كمان والطريقه اللي بدنا نمشط فيها الكوافير بناخذ كيف بدنا نعمل لون شعرها، اكيد بيكون يلبق مع وجهها. بس مش ضروري اكيد اتس نوت ا ماست انه تغير لون شعرها العروس، لا اكيد حسب كل شخص عنده، اكيد مش ضروري إيه، بس يعني بس اوقات بكوافيرات معينه اذا كان كثير هيك مصفصف وجلامور وشوي جامده بفضل يكون في شويه لايت بالشعر مشان ما يبين كثير عابق وكثير غامق، خاصه اذا بان على الجداديل او شنو، خاصه اذا بانوا ديتايل يبين التفاصيل تبع الكوافير. اذا بتعمل حيلا شيء جذوري او حيلا موفمنت بالشعر بدها تكون مبينه، بدها تكون الشعر شوي فاتح، ما بتبين على الشعر البلاك. نحن اكثر بروح بالشعر الغامق على الفالت، على القصص الناتشر الفالته. بس كمان اكيد في كثير اعراس ما بيحبوا مثلا بيبقى لون شعرهم حلو ما بتحب غيره، مش مضطره تغير لون شعرها، نعمل شيء مناسب. واكيد مش مضطره دائما العروس ترفع او يعني تلحق الترندز، اهم شيء انه العروس نهار عرسها ما تلحق الموضه، نهار عرسها هو الصوره رح تبقى كل حياتها معها. اكيد فاهم شيء تكون هي مقتنعه بحالها، مش عم بقول تروح على شيء كلاسيكي 100%، بس تروح على شيء بيلبق لها لما تشوف حالها بعد 10 سنين بهالصور تكون مبسوطه بعدها بحالها. صحيح. نحن رح نكمل التريمينج بهالفقره، رح نشوفكم نحن بعد شوي اكيد مع تشوفوا الابدو اللي رح نحضرها لرولا. اما هلا شو عنا؟ هلا رح نتوقف مع بريك ومن بعدها مع اي ويتنس، وانا بشوفكم بعد شوي. رجع
رجعنا معكم مشاهدينا بميك اوفر، والكانديديت اللي معنا اليوم رولا عم تتحضر لتشوف حالها كيف معقول تكون نهار عرسها مع الهير اكسبرت جورج مطر. عم تتحضر لعرسها. بتتحضر لعرسها. نحن بلشنا باول فقره بتريمينج بسيط وخبرنا اوريدي نحن ظبطنا اللون قبل بوقت بالصالون عن جورج. صح مثل ما حكينا قبل ريتا انه نحن ظبطنا اللون، ما بعرف هلا عم ببين كيف فيه فاتح وغامق كرمال الكوافير بدنا نعملها. نحن عم نعمل هون رولا شينيو مثل ما قلنا واطي ديكوتي هيك شوي على جنب لانه هو بيلبق مع الدريس تبعي. هلا رح تشوفوا مشاهدين ستيل الدريس تبعه، ستيل الدريس بده هيك كوافير كثير مهم نلحق الموديل الفستان. صح. مش بس من فوق نشوف الموديل كله، اذا كان اي لاين اذا كان ميرميد دريس او برنسس كات، اذا كيف معقول نلحق الهير الابدو تبع الشعر او الشنون لازم تنعمل او اذا لازم يكون مفروض. صحيح. مثل ما حكينا كمان انه اللون كثير بيأثر بالكوافير لانه عم نرفع، سو كل ما كان فيه عمري كل ما كان فيه كذا لون بيعطي شيك بيعطي كوافير بتعطي الكوافير احلى. نحن فينا نبرمع لهديك المية لنفرجي لكن المشاهدين الشغل. اوكي. يعني نفرجي شوي ديتاي خليها هيك. هلا عم تشوفوا تفاصيل الستيب باي ستيب كيف عم بينعمل الشنيو كيف عم تنعمل. اكيد بنلحق مثل العاده بنلحق الفيس شيب تبع كل ستيب. اكيد عندها. هون رولا مثل ما حكينا وجهها شوي بالبقى للفالت او الشنويات الواطيه لانه وجهها اوفال، لانه وجهها اوفال عندها اكثريه. اذا بدنا نعمل شنيو يعني بفضل يكون الشنيو با او نصرفها على وجهها اكثر من ما يكون، خاصه انه هي كثير حلوين ضعاف حلو تبينهم لما حلو تبينهم انه بالصور بعدين. ولا ستيل ولا ستيل الفستان كمان بيطلع اكيد. الاعراس اكثريتهم بيكونوا هلا نهار احد صاروا كثير عم يتجوزوا غير ايام. ايه مشان هيك انا بعرف جورج انت عم تفتح عم نهار الاحد كل النهار للساعه 8 يعني كل ايام الجمعه، فهذا الشيء بيفيد مش بس العروس المعزيم كمان كل العروس المعزيم اكيد اللي بيكونوا على البحر اللي بيكون عندهم عرس ما بدهم يتنشطوا من الصبح وكل شيء. بدنا نرجع نقول شغله هون عن رولا عن الكوافير انه فينا نحط اكسسوارز نحن اللي بدنا اياه بيكون لابق مع فستان مع قماشه الفستان. هلا دارج كثير اكسسوار للشعر. صح صح مشان ما يطلع هيك انه الراس ما فيه شيء، بتعطي هيك شوية اكلار للشعر بتعطي شوية لون. فنحن هيك تو ريكاب قررنا نعمل شنيو واطي ميلي شوي على جنب مع ديتاي لا يتمشى هالموديل مع الفستان يلي نحن رح نلبسه اليوم من الفاشن ديزاين هاوس زينا كاش. الفستان رح تشوفوه بالاخر a very special dress، واكيد our bride رولا رح تستفيد من gift voucher من ايفال لو رويال سبا رويال اوتيل بدبي to pamper herself بنهار مساج و ميك اب. بعد شوي رح تشوفوا البرايدل ميك اب رح نحضره مع الميك اب ارتست جو ابو جبل اللي رح يكون معنا اليوم، ف خليكم معنا رح نكمل الشعر. جورج ثانك يو رح نكمل هالشنيو الحلوه وبرجع بشوفكم انا بعد شوي مع جو ابو جودي. رح نتوقف هلا مع واتسون ان تيفي. رولا ديب ضيفتنا اليوم بميك اوفر مع ريتا لمع، وهي عاشت تجربه فريده من نوعها اليوم. ريتا يمكن شافت حالها كيف رح تكون عروس من دون ما يكون في عرس. مزبوط اكيد. اصلا نحن دائما بننصح العروس تحضر حالها قبل مينيمم 6 اشهر اذا فيها قبل لتشوف وتجرب عده ستايلز لتقدر تلاقي حالها بهالنهار. منا هيني ابدا المفروض تعيشوا مره بحياتها. اكزاكتلي منا هيني ابدا تقدر يعني تشوف حالها انه صعب يعني اوريدي عندها ستريس الضغط كله. اول شيء المجتمع اللي بحط ستريس على العروس تكون كل شيء بيرفكت، فبتبلش بهالقصص ديجا بتشي والاليمينيت هالبارت وبتكون مرتاحه بحالها مكياجها شعرها فستانها كل شيء بتعرف انه ما بتلبق لها وبتحدد شو الاشياء اللي ممكن أهم شي تكون فيها. هيدي اهم شيء للعروس. بحب دائما انصح العروس انه ما تروح ترندي كثير بالعرس، الصورة بقى تبقى كل حياتها يعني ما تلحق كاركتيرها بيكون او بشكل ما تلحق الموضه فيها ممكن تندم عليها لاحقا ممكن. اكزاكتلي ودي
دائما تلحق البادي شيب تبعها وتفرجي البارت الحلو من جسمها وتخبي الشيء اللي بيزعجها، ونفس الشيء بالشعر والميك اب. اهم شيء ما تعمل شيء يغطيها وتكون شخص ثاني مش معوده على حالها وتنقص بحالها. بنركز تنشوف بتبطل تشبه حالها. ما هي اهم شيء بتبطل تضل على طول شيء بتشبه حالها، مثل تكون ناتشرال، تشبه كاركتيرها مثل ما دائما معرفها. بدنا نشوف اكيد رولا بفستان من زينا كاش كوتور، فستان اسيمتريك وان شولدر دريس. عم تشوف الشغل فيه كثير حلو، يعني انا بنصح العروس دائما يكون في شغل من فوق لانه صورها رح يكونوا مركزين على بارتي وجهها والبيوس تبعها. نحن عم اشتغلنا هيدا الشيء مع جورج مطر، قررنا نعمل ابدو عميله وحده، الميله الفاضيه من الكتف تنعبي ونحط ورد. الاكسسوارات اكيد كثير حلوين، يعني الشغل الشعر على الميله الفاضيه من مزبوط الكتف. مزبوط. والفستان هيدا تو واي دريس، الفستان عم نشوفه اي لاين كات. بنفس الوقت العروس بنص السهره فيها تشيل هيدا السكيرت. هلا بنطلب من رولا كمان تشيلها لتشوفوا الموديل الفستان مريح اكثر لتقدر تتحرك فيه. مزبوط. رولا هي البادي شيب تبعها اي لاين، يعني كمان البادي شيب هي شكل القاع، كتفاتها اضعف من الارداف. دائما بفضل انها تركز اكثر على البارتي الفوقانيه من جسمها، كتفاتها حلوين فيها تفرجيهم مثل ما عم نشوف هلا. الميك اب اللي اشتغلناه البيس تبعه هو الجلو، رحنا على الوان بتلبق لها، رحنا على الوان فاتحه فوق العين لان المدى شوي قصير. يوم مع جو ابو جودي، مع جو ابو جودي حلو. فالفستان اكيد برجع بذكر ثانك يو للكوتشور ديزاينر زينا كاش هالفستان والكولكشن، عن جد رائعه. رح نحترنا اي فستان بدنا ننقي، يعني كان في كذا فستان. هي كانت عارفه شو بدها ريتا، عارفه اجمالا للتوجه اللي بدها تروح فيه، ان كان بالشعر او بالميك اب او بالتيب، او اجت وتركت الخيارات؟ لا منا عارفه اكزاكتلي. اجت لعنا ونحن يعني وي جايدد هير اذا بدك. كثير مهم العروس عن جد توثق بالاشخاص والتيم اللي بتشتغل معه، اهم شيء كثير مهم، لانه ما فيها تكون ستريسي، بدها تكون عارفه تاخذ قرار اذا ما انا واثقه بالاشخاص، بدها تكون مرتاحه اكيد. ومش غلط تبلش تعمل بروفا لشعرها ولا مكياجها. واهم شيء تب هيك لكل البرايت تو بي، لما تروحوا تجربوا فستان لكم عند ديزاين هاوس، ما تروحوا بلا ميك اب وشعركم كثير عادي. مش عم بقول تعملوا شنيوف والميك اب، بس تكونوا في شيء يلبق للفستان، بس تكون اكزاكتلي بس تكون لابسه يعطي دائما هيدا كله صور. وتصور حالها وتشوف الصور بعدين وبعدين تقريبا هيدا بينسوا يعملوا، مع انه غريب. حالة. لا اوقات في ديزاين هاوسز ما بينصحوا، ما بيخلوا الست تصور حالها. عم نشوف هون الفستان فكت، عم نشوف الميرميد دريس، عم نشوف الشغل كيف الدرابي كله استوى على الخصر. يا ريت ناخذها من دوفاس مش بروفيل. هي بدها تبرم هلا انا بقلولا لنشوف الشغل عميلة الشمال عبالت ايه اكزاكتلي فوالا. عم نشوف هي يعني شيز ا كيرفي وومن، بيلبق لها هالشيء الكيرفز على الكيرفز على خصره، وخصره بنحطه ان غولييف. It would be nice عليها. والسكيرت فيها تخليها من فوق. هول الفساتين دائما التو واي دريس او ثري واي دريس انا كثير بحبهم، ان كان بالعرس او بالعمليين لكل يوم. عمليين بريحونا احسن ما نتلبك بنفس الفساتين. 100% فيري نايس. بدي اشكر الكل اكيد، التيم اللي اشتغل على حلقه اليوم السبيشال برايدل، وبدي اشكر اكيد الاوتيل لو رويال اللي مقدم لنا لرولا جيفت فاوتشر للرويال سبا. فيري نايس. مع بدايه شهر حزيران بينطلق رسميا موسم الاعراس بلبنان، فالفكره اجت بوقت. يعطيك العافيه ريتا، ثانك يو رولا. اكيد ثانك يو. واقفه مشاهدينا وبنرجع على كلينيك الفقره الطبيه.